السلام عليكم جميعا الحضور الكرام السادة الجمهور لا مش جمهور يا مرحبا بالجميع وشكرا لكم كثير انكم اليوم جيتوا وشرفتونا عشان في احنا عنا قصة كبيرة ومأساة كبيرة مجبورين نلاقي لها حل وهذا الاجتماع اليوم لازم نطلع فيه تساعدونا كلياتكم عشان نعرف نلاقي الحل لهاي المأساة الكبيرة اللي احنا عايشينها مأساتنا سندريلا بنت حلوة كثير شايفة حالها كثير تمشي على الأرض بتقول يا أرض اهتزة ما عليك كدة هاي سندريلا حبت مين سندريلا حبت احمد مش من بلدها من منطقة ثانية وبفصل بينهم اشياء كثيرة سندريلا امها بدها تجوزها لمين مش لاحمد مش موافقة امها بدهاش تجوزها الا لمين لسعيد طب ما هي سندريلا بتحبش سعيد بتحب احمد بدها تتجوز مين بدها تتجوز احمد وامها شو بدها امها بدها تجوزها بس لسعيد بس فيش حدا ثاني سندريلا حاولت تقنع امها بالمليح بكل الطرق فيش راحت لاخوالها راحت لعمامها يا خالي ويا عمي شوفوا لكم حل مع امي فش اجت سندريلا قررت انه بدها تشوف طريقه ثانيه بدهاش تتجوز سعيد خلاص بدهاش مقرره بدهاش تتجوزه طيب اجت سندريلا قررت انها بدها تهرب لما امها اجت قالت لها انه امها بدها تجوزها بالكوه اخرى كم من يوم لسعيد اجت امها قالت لها بدك تجهزي حالك يوم الخميس هذا عرسك مع سعيد وانتهى الموضوع ليش؟ لأنه سعيد زلمة محترم إمها بتقول إنه هو محترم ليش محترم؟ لأنه حرامي بيسرق حرامي سعيد حرامي بدهاش طيب قررت سندريلا تهرب هربت سندريلا أجت أخذت أغراضها وطلعت وهي ماشية بالطريق رايحة بدها تلتقي مع مين؟ مع حبيبها إحمد شو شافت قدامها؟ شافت حاجز قدامها حاولت سندريلا بدها تمرق من الحاجز قالوا لها فيش بدنا الهوية وين رايحة؟ معهاش الهوية ردت رجعت سندريلا قالت بمرق من طريق ثانية راحت ظلت تلف تلكت أخرى منطقة قالت يلا بمرق من هين ولو شو طلع فيه؟ طلع فيه الجدار قالت شردنا من عزرائيل لكان قباض الروح اجت بدها تكفز عن الجدار ما قدرت يا سادة الكرام يا جميع الممثلين هين احنا اليوم موجودين هين احنا بدنا هذا حل انا بدي حل لهاي القصة احنا بدنا نلاقي حل كيف سندريلا بدها توصل لاحمد وكيف سندريلا بدها تتجوز احمد هاي كلياتها القصه تاعتنا احنا جميعا هين من كل المناطق من كل الدول جايين بدنا نيد نحل مشكله سندريلا واحمد لازم ينلقى لها حل احنا بتمنى منكم جميعا كلياتكم توقفوا معنا جميع الممثلين جميع الموجودين بترجاكم لكلنا حل لهاي القصه سندريلا بدهاش تتجوز سعيد بدها تتجوز احمد وهذا هو شكرا لكم شكرا شكرا شكرا, شكرا.